رسالة حب ومودة، رسالة أخوة واحترام متبادل بين المسلم والمسيحي، بين المسلم والمسيحي كمصريين. في النهاية المشاركة النهاردة للتعبير عن الروابط اللي تربط بيننا كمسلمين ومسيحيين، تأكيد على المودة والمحبة اللي بيننا، تأكيد على إن إحنا يعني مستمرين في طريقنا ومصرين على استكمال هذا الطريق مسلمين ومسيحيين لبناء مصر الحديثة، بناء مصر الجديدة، لمواجهة العنف والإرهاب والتطرف الفكري ومواجهة كل من يريد تدمير هذا الوطن. احنا مصرين على استكمال هذا الطريق اللي بدأناه مع بعض مش من يناير، لا بدأناه مع بعض من أكثر من 1000 سنة، 1400 سنة تقريبا. فالنهاردة أنا بتقدم بخالص التهاني لقداسة الأب بطرس الثاني، وخالص التهاني لكل الإخوة المسيحيين والمصريين في أعيادهم، وإن شاء الله كل عيد نكون مع بعض، وكل زي ما احنا مع بعض في المحن احنا برضو مع بعض في الأعياد، وربنا يجعل أيامنا كلها أعياد إن شاء الله. بقول للشعب المصري أيها الشعب العظيم، أيها الشعب الرائع، أنت تضرب المثل والقدوة، تختلط فيك الأفراح مع الأطراح ودموع الفرح مع دموع الحزن. كل يوم يشيع شهيدا أو أكثر وهم يروون بدمائهم الزكية تراب مصر الخالد الذي هو أزكى من العنبر والمسك، ولن يفوت هذا في عرض هذا الشعب القوي الصلب. فكم تكسرت على نصل رماحه أعاصير وعصابات وجيوش وغزاة، وإن شاء الله النصر لمصر ولشعب مصر والإرهاب إلى زوال، لأنه الشر دائما لا يعمر، والدنيا خلقها الله سبحانه وتعالى للمحبة والخير. وكلنا نعرف المقولة التي يؤمن بها كل مصري مسيحي أو مسلم، أن الله سبحانه وتعالى محب. كل سنة ومصر طيبة وشعبها طيب بخير، برغم كل التحديات هنحتفل بعيد الفداء والتضحية، وهناخد منه القدوة والنموذج، لأنه فداء البشرية بيأتي دائما من الدول العظيمة ومن الشخصيات العظيمة. ذكرى عيد القيامة المجيد بيجعلنا نتذكر قيمة الفداء والتضحية. وبالتالي فمصر في لحظة فارقة تقدم للعالم ربما تضحيات باسلة لكنها ستنتصر. كل سنة وانتم طيبين. شكرا. عربية. تفضل يا فندم. طبعا انا موجود النهارده في الكاتدرائية عشان اقدم التهنئة لقداسة الأب بطرس الثاني وكل مصر وكل مصر، أنا والشعب المصري كله بنمجد عيد القيامة المجيد، وإن شاء الله ربنا يعيد الأيام دي عليهم وعلينا وعلى مصر وكل إن شاء الله. مستقبل بإذن الله يليق بهذا البلد، جانب مشرق طيب وعادل وكريم. رئيس.